يعني او شيء. الذهنيه الهلاليه هو ما يقدر يحقق كل شيء طبعا، بس الذهنيه الهلاليه لا نافس على كل شيء. يعني دائما احنا نقول في بطوله، هذه حقيقه يعني لازم الواحد يقولها بكل تجرد وبكل واقعيه، في اي بطوله تحط القرعه وفيها نادي الهلال، سواء بطوله كاس او بطوله دوري، كذا بالعمياني يعني بدون ما تفكر الهلال منافس، يعني اذا تحط الهلال واحد من المنافسين على البطوله. دائما ما عند الهلال هذا النوع من المشاركه لمجرد المشاركه. وبعدين في انديه ترى كثير تجي تقول لك انا ابغى انافس، بس انت لما تجي تطالع في الورق ما عنده الادوات اللي ينافس. انت تقدر تقول براحتك، بس الهلال دائما عنده الادوات، دائما عنده العناصر.